في السويس نشوف ونطمن الوضع كان ازاي النهارده هناك. معانا عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء النور. السويس النهارده كانت عامله ازاي؟ والله النهارده من احسن الايام اللي عدت في ايام مظاهرات من شهور طويله. يمكن النهارده ده سببه اللي حصل من الامن ومواجهه وحملات استباقيه للامن، ومن الجمعه اللي فاتت لما عملوا محاصره للجماعات الارهابيه اللي كانت بتبقى طالعه مسلحه ومسكوا الجمعه اللي فاتت 31 واحد منهم كان امام المسجد. النهارده بقى القوه كلها بتاعت مكافحه الشغب كانت بتحاصر القوات كلها. المظاهره كانت مظاهره كمان محدوده، ودي يمكن من اقل المظاهرات اللي طلعت في السويس النهارده، ولكن هي كانت عملت قطع بطريق بقى السويس بالعرض، بدل ما كانت بتمشي في الشوارع الطوليه بالسويس تقطع السويس من شمالها الى جنوبها، قطعتها من الغرب للشرق. مرت في عدة مناطق كتيرة في السويس، لكن كان الأمن بيحاصرها وقدر يفرقها في خلال نص ساعة. كان دايما يبقى بعد صلاة العصر في حملات أخرى أو تجدد للمظاهرات، لكن النهاردة لم يكن شيء. قبل ما أطلع حضرتك على الهواء كان في المجموعة بتاعت الأمن والصحة قالوا إن ما فيش أي بلاغات جات لهم من أي مناوشات من أي نوع، لكن كان في من الصبح كان اللواء سمع عسكر قائد الجيش الثالث الميداني كان عملية زي اللي بيعملها كل جمعة، لكن كان زيادة عليها استنفار أمني ووجود مدرعات في ميادين المخيطر وميادين الأربعين، والطيارات كان بتأمن النهاردة. النهاردة على فكرة مرت يمكن من أضخم حملات الحاويات، ناقلة الحاويات في العالم، مرت النهاردة ضمن قافلة الشمال، وكان حوالي ما يقرب من 50 سفينة عبرت القناة سواء من بورسعيد أو من السويس بأمان تام، وكانت الطيارات بتأمن معامل تكرير بترول بتأمن الخمس مواني بتوع السويس. النهاردة كمان العميد عبد اللطيف الحناوي كان عامل عدة مجموعات عشان ما يحصلش فيه استنفار من قوات اللي هي الارهابيه، احيانا بيطلعوا في اماكن غير معلنه فبتبقى مشكله بالنسبه للامن، فابتدى يعملوا عده اكمنه في مناطق السويس واحيائها خصوصا في منطقه الأربعين. تمام. اللي هي تتمركز فيها. طيب شكرا ليك عمرو غنيمه مدير مكتب الاهرام بالسويس، ويعني الحقيقه تقرير وافي وكافي عن الوضع هناك.